تستمر المسيرة ويستمر أردننا الحبيب في تحقيق المزيد من الإنجازات المتتالية والمتعاقبة عبر سنوات الازدهار، فقد حافظ الأردن طيلة السنوات الماضية على قوته ومنعته بقيادة رشيدة ومؤسسات تعمل دوما لمصلحة الوطن والمواطن نحو أردن قوي ومتماسك رغم الصعاب. ولكل مؤسسة دور عريق في المحافظة على ديمومة العمل والتقدم، خصوصا التقدم المالي للاستمرار والنجاح، من ضمنها هيئة الموازنة العامة التي تبرمج السياسات المالية لتلك المؤسسات ولما لها من دور كبير في تقدمها المالي. قبل صدور قانون تنظيم الميزانية العامة رقم 39 لعام 1962 وتعديلاته، كانت مسؤولية إعداد الموازنة العامة في الأردن من مهام وزارة المالية من خلال قسم الميزانية العامة الذي كان يرتبط مباشرة بوكيل وزارة المالية. وفي عام 1960 تم تشكيل لجنة ملكية للنظر في القوانين والأنظمة المالية المعمول بها، خاصة ما يتعلق منها بالموازنة العامة والحسابات المتعلقة بها. ودرست اللجنة منهجية إعداد الموازنة العامة وطرق تصنيفها، وحددت أبرز عناصر الضعف فيها. واعتبارا من السنة المالية 1963-1964 بدأت دائرة الموازنة العامة في إعداد قانون الموازنة العامة، ومنذ ذلك الوقت استمرت الدائرة بإدخال التحسينات على أسلوب إعداد الموازنة العامة وتصنيف النفقات والإيرادات. في عام 2008 تم إقرار قانون تنظيم الموازنة رقم 58 لعام 2008، وبذلك دخلت الموازنة العامة مرحلة جديدة من التطوير والتحديث باعتماد الإطار المالي متوسط المدى وإنجاز البنية التحتية للتوسع في تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج على كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية. خلال 25 عام حافظ الأردن على استقراره المالي وعلى سعر صرف الدينار الأردني بالرغم من وجوده في منطقة ساخنة إقليمياً والتحديات التي واجهته عبر السنوات المتتالية وأزمة كورونا، لكنه كان منيعاً بفضل قيادته الرشيدة ومؤسساته العريقة. في عام 2021 تم إقرار قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية رقم 13 لعام 2021، والذي يهدف إلى توفير التغطية القانونية لمراحل تحضير وإعداد وتنفيذ الموازنة العامة والرقابة عليها كافة وفقاً لمنهجية الموازنة الموجهة بالنتائج، كما يهدف إلى تنظيم إدارة المال العام وتحديد مسؤوليات الجهات الرسمية وأدوارها في هذه العملية. وحدد قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية رقم 13 ل2021 مهام وصلاحيات الدائرة، والتي اشتملت على ما يلي: إعداد بيان مفصل بالعمليات والإجراءات اللازمة لإعداد وإقرار قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية والجهات المسؤولة عن تنفيذها والوقت المحدد لذلك،
وكما هو محدد في الجدول الزمني لمراحل إعداد الموازنة الملحق بهذا القانون. رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسات العامة للدولة وفقاً للأولويات وبما يحقق توزيع منافع التنمية ومكاسبها على محافظات المملكة جميعها. إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية وتقديمه إلى مجلس الوزراء. قامت أيضاً بإعداد نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة وفق قوانين وأنظمة نافذة، وحددت سقوف موازنات المحافظات. وقد نجح مشروع موازنة عام 2024 في خفض العجز الأولي وللسنة الرابعة على التوالي، وستتمكن الحكومة من خفضه ليصل إلى 812 مليون دينار بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 2.6% من عام 2023. ساهمت دائرة الموازنة العامة في إعداد الأولويات الاستراتيجية والمبادرات والإجراءات ذات الأولوية الهادفة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمحور المالي في رؤية الأردن 2025. وقد حصل الأردن على 55 نقطة في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2015 الذي أجرته منظمة شراكة الموازنة المفتوحة في واشنطن، أي أعلى من المتوسط العالمي بمقدار 10 نقاط، محتلا بذلك المرتبة 33 عالميا والمرتبة الأولى عربيا وعلى نطاق دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي يظهر مدى الاهتمام بمبدأ الشفافية والمشاركة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة. ولم تتوانى الدائرة في خدمة الأسرة والطفل، ففيما يتعلق بالموازنة الصديقة للطفل، أي الموازنة التي تبرز احتياجات الطفل وتعمل على رصد المخصصات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات، قامت دائرة الموازنة العامة بمساعدة المجلس الوطني لشؤون الأسرة في عام 2015 لإعداد دراسة تحليلية حول موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان والمجلس الأعلى للشباب. كما قامت أيضاً الدائرة برصد المخصصات المالية اللازمة لدعم المنظمة الأهلية والجمعيات والنقابات والاتحادات الرياضية وغيرها من الجهات الأخرى لتمكينها من القيام بدورها المجتمعي تجاه المواطن بشكل فعال. وحرصت الدائرة على رصد المخصصات المالية للمركز الوطني لحقوق الإنسان لتمكينه من القيام بدوره على أكمل وجه، مما يساهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة. وحرصا من الدائرة على تلبية حق الإنسان في المعرفة وانسجاما مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لعام 2007، قدمت الدائرة خدمات مباشرة للباحثين والأكاديميين والصحفيين، وتم تدريب العديد من طلبة الجامعات على عمليات إعداد الموازنة وتنفيذها. وفي استبيان مؤشر الموازنة المفتوحة OPI لعام 2021 الذي أجرته منظمة شراكة الموازنة الدولية IPP في واشنطن من خلال مراجعة وإبداء الملاحظات على النتائج الأولية للتقييم، تم إطلاق النتائج في عام 2022، وحصل الأردن على نتيجة 61% في معيار شفافية الموازنة ضمن مسح مؤشر الموازنة المفتوحة OPI لعام 2021، والذي يتم إجراؤه مرة كل سنتين ليحافظ الأردن بذلك على نفس نتيجة المسح السابق الذي أجرته ذات المنظمة في عام 2019، حيث احتل الأردن بهذه النتيجة المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واحتل المرتبة 32 من بين الدول المشاركة في المسح، والبالغ عددها 120 دولة لعام 2021. وقد حافظ الأردن على موقعه في نتائج المسح من خلال الاستمرار بعملية التطوير والتحسين
على إجراء إعداد الموازنة العامة، وحرصا منها على مبدأ الشفافية بين الدولة والمواطن، قامت بإصدار وثيقة دليل المواطن للموازنة العامة للسنة المالية 2022 بهدف تقوية قنوات الاتصال وتمتين الثقة المتبادلة بين المواطن والحكومة وتعزيز المشاركة الواعية في شؤون الموازنة العامة. وتعبر الوثيقة عن التزام الدائرة بتعزيز الشفافية حول حجم وهيكل إيرادات الدولة ونفقاتها، إضافة إلى تعزيز أطر التواصل بين الدائرة من جهة والمواطن الأردني من جهة أخرى، وتمكينه من الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات المتعلقة بالموازنة. إن ما حقق وما سيتحقق ما هو إلا البداية في رؤى ملكية حقيقية على أرض الواقع، فنحن على العهد ماضون.